سولت ليك في ولاية يوتا وميد ليك في كولورادو وغيرهما من البحيرات الكبرى في البلاد، الصور ذاتها والأخبار ذاتها، انخفاض قياسي في مستوى مياهها هذه السنة، والأسباب قد يكون جزء منها خارجا عن سيطرة الإنسان كالارتفاع الكبير في درجات الحرارة والذي يسبب جفافها، والجزء الآخر رهن بما يقوم به البشر. عاجلا أم آجلا يجب القيام بشيء ما. لقد قلت للناس إن استمرت الشركات والمزارع الكبرى في النمو سنضطر في وقت ما لمنح المياه للمنازل فقط. لا يمكننا الاستمرار في العيش بالطريقة ذاتها. علينا إيجاد بدائل بيئية للزراعة لا تستنفذ كل مواردنا المائية. تراجع مستوى مياه البحيرات ليس الخطر الوحيد الذي يهدد المخزون المائي الأمريكي، فالتلوث يهدد مياه البحيرات العظمى، أكبر مجموعة بحيرات عذبة على الأرض والتي توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص. لذلك تم تخصيص أكثر من مليار دولار في محاولة لحماية هذه البحيرات التي تضم أكثر من 21% من المياه العذبة السطحية في العالم. سيسمح التمويل الذي وافق عليه الكونغرس بأهم عملية استعادة للبحيرات العظمى في تاريخها. سنسرع تنظيف البحيرات في عدة مواقع من مختلف الولايات كمينيسوتا وويسكونسن وانديانا ونيويورك. لكن خطر التلوث لا يهدد البحيرات فقط، فقد أظهرت أحدث الأبحاث وجود نسب أعلى من المعتاد من الـ PFAS أو ما يعرف بالمواد الكيماوية السامة إلى الأبد في مياه الآبار، وهي تركيبة كيماوية مشبعة بالفلوروكيل ارتبطت بأمراض عدة كالسرطان وتلف الكبد. قد تموت عطشا أو مسموما لكن بوتيرة بطيئة، هذا هو السيناريو القاتم الذي يروج له أنصار البيئة وبعض الخبراء، الأمر الذي يدفع بعض المسؤولين المحليين لإقناع الرأي العام الأمريكي بتغيير سلوك استهلاك المياه التي تنضب مواردها يوما بعد آخر. أمينة سريري، سكاي نيوز عربية، واشنطن.